Welcome to channel. My car. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على قناة مايكار. اليوم ان شاء الله غنهضروا على السيارة داسيا سانديرو. كيفما شفتوا في العنوان، اغلب الناس اللي مهتمين بالسيارات طلع عليهم اشهار عروض داسيا تحت شعار بلا ما تسنى اجي عند داسيا وتهنى، وهذا من طبيعة الحال نتيجة ميولات مستعملي كبرى المواقع بحال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام ومحركات البحث بحال جوجل ومواقع مقاطع الفيديو بحال يوتيوب. العرض جاء بعدة مميزات، من اهمها قرض مجاني، تخفيض في ثمن السيارة داسيا سانديرو، لكن من طبيعة الحال تحت شروط بقى من طرف مجموعة رونو. بمعنى حتى الاخر الفيديو وتعرف جميع الشروط والتخفيضات اللي كاينه على سيارة داسيا سانديرو في الفينيسيون بربعة ديالها. اذا نبداو اول فينيسيون على بركة الله. فينيسيون الاولى اللي معناها هي داسيا سانديرو امبيونس ايسونس، كيفما كتعرفوا فهي موتور ايسونس 1.2 MPI 4 سيلندر. لا بويسونس ماكسيمال ديالها هو 75 الخيل، ولا بويسونس فيسكال هو 7 الخيل. الكوبل موتور هو 105 نيوتن متر. بواد فيتاس مانويل ا 5 رابور. الكونسوماسيون في لافيل 7.8 لتر. الكونسوماسيون اون روت هو 5.2 لتر. كونسوماسيون ميكس 6.1 لتر. بالنسبه للفوليوم ديال ريزيرفوار هو 50 لتر، والفوليوم ديال الكوفر هو 320 لتر. بالنسبه للتجهيزات ديال السياره، فما كتمتع بتجهيزات كبيره بحكم انها كتعتبر من السيارات العاديه. فالتجهيزات جد محدوده، من بينها جوج ديال ليزيرباك كونديكتور والباساجي تاع بلا بي اس، سياج ايزوفيكس وهذا من طبيعه الحال خاص بالاطفال بمقاعد الاطفال، بروجيكتور اونتي برويا. كتمتاز ايضا بفيتر افون الكتريك سنتراليزي بالنسبه للبورت، كوموند او فولون، ديريكسيون اسيستي، ليكليراج دو كوفر، ولا كليماتيزاسيون مانيوال بيان سور ماشي اوتوماتيك. فيها لي جونت 15 بوس افيك اونجو ليفر، كتجيب راديو سي دي ام بي 3. ندوزو حاليا للثمن. الثمن ديالها في الايام العاديه كانت 105900 درهم، حاليا ولات 100700 درهم، معدل ديال التخفيض كيوصل 5200 درهم. بالنسبه للناس اللي بغيو ياخذوا هذه السياره عن طريق القرض، فيمكن لهم ياخذوها، لكن بشروط كيف ما قلنا في الاول، واللي كتمثل في التسبيق اللي خصو يوصل حتى 52.93%، ومدة القرض ما تفوتش 60 شهر، مع إضافة مصاريف الملف اللي كتمثل في 3000 درهم. هذا بطبيعة الحال غادي يمررنا القسط الشهري اللي كيوصل حتى 790 درهم شهريا. إذا ندوزو دابا لافينيسيون الثانية واللي هي داسيا سانديرو أومبيونس ديازل. فيها موتور 1.5 لتر دي سي اي، كيديفلوبي 85 الخيل، لا بويسونس فيسكال ديالو هو 6 الخيل، لينرجي بيان سور ديازل، كوبل موتور 200 نيوتن متر، بوات فيتاس مانيوال أ 5 رابور حتى هي. الكونسوماسيون اون فيل 5.3 لتر، الكونسوماسيون اون روت 4.1 لتر، الكونسوماسيون ميكس هي 4.5 لتر. بالنسبة للفوليوم ديال ريزيرفوار والكفر فهما كيبقاو نفسهم بحكم ما كاينش شي تغيير. بالنسبة للتجهيزات اللي كتمتع بها السيارة فهما نفسهم اللي كتمتع بهم السيارة اللي ذكرنا من قبل ليسونس، الفرق اللي بيناتهم غير هادي مازوت، هذا هو الفرق اللي كاين، اما نفس التجهيزات. ندوزو دابا للثمن. فهاد السيارة كانت كتباع في الايام العادية 123900 درهم، حاليا ولات 117 ألف درهم و800 من بعد العرض، معدل التخفيض كيوصل 6100 درهم، اي حاليا هاد السياره فيها تخفيض كيوصل 6100 درهم. ندوزو حاليا للناس اللي بغا ياخذوها عن طريق القرض، فممكن ياخذوها عن طريق قرض مجاني بطبيعه الحال، وكيف ما قلنا التسبيق خصو يوصل 54.67%، لمده القرض ما تجاوزش 60 شهر مع اضافه مصاريف الملف اللي كتوصل 3000 درهم، وهذا بطبيعه الحال غادي يحيل لنا على قسط شهري اللي كيوصل 890 درهم شهريا. اذا نمرو حاليا لافينيسيون اللي من بعد هذه واللي هي داسيا سانديرو ستيب واي امبيونس بلس، حتى هي الموتوريزاسيون ديازل، الموتور 1.5 لتر دي سي اي كي ديفلوبي 85 الخيل، ولا بويسونس فيسكال ديالو 6 الخيل، الكوبل موتور هو 200 نيوتن متر، الكونسوماسيون اون فيل 5.3، الكونسوماسيون روت 4.1، الكونسوماسيون ميكس 4.5. دونك كيتمتعو بنفس الموتور هي واللي قبل منها. فحتى هي فيها جوج ديال ليزيرباك كونديكتور و باساجي، فيها لا بي اس بحال الاخرى تقريبا، الريغيلاتور اي ليميتور دو فيتاس، و سياج كونديكتور ايفولو ريغلابل اون هوتور، و بعض الامور اخرى اللي كتمتاز بها هاد السيارة، الفولون و البومو دو لوفي دو فيتاس اون كوير، البار دو توا بيتون نوار، بانتيغ ميتاليزي بيان سور، و لوك اس يو في. كيف ما كتعرفو كتبان هاد السيارة عالية شوية في الشكل ديال الاس يو في، كتجي ب راديو سي دي ام بي 3، ما فيهاش الميديانار. ندوزو حاليا للثمن ديالها. فالثمن ديالها كان ب 134500 درهم، حاليا ولات كتباع ب 127800 درهم، بتخفيض وصل 6700 درهم، اي التخفيض ديال هاد لافينيسيون هادي هو 6700 درهم حاليا. بالنسبه للناس
تبغي ياخذها عن طريق القرض فممكن بقرض بصفر درهم، لكن تحت شروط كيف ما قلنا واللي هي تتوصل 53.52% كمبلغ التسبيق، مدة القرض ما تجاوز 60 شهر، مصاريف الملف 3000 درهم. هنا كيف ما قلنا تحيلنا الاقساط الشهرية 990 درهم. اذا ندوزو لا فينيسيون اللي من وراها واللي هي الاخيرة. كيف ما كتشوفوا في الصورة داسيا سانديرو ستيب واي بريستيج بلس، الموتوريزاسيون حتى هي ديازيل 1.5 دي سي اي، كديفلوبي 85 دالخيل، لا بيسونس فيسكال 6 دالخيل، بالنسبة لبات فيتاس حتى هي مانيوال ا 5 رابور، الكونسوماسيون نفس الكونسوماسيون ديال السيارات اللي فاتوا من قبل في الفئة ديال ديازيل. بالنسبة للتجهيزات اللي زايدة فزايدة على لا بي اس، زايدة سيستم اونتي بلوكاج ديرو، بالنسبة لي فيتخ افون اي اريير بجوجهم الكتريك، هادي زايدة بكوموندو فولو، حتى هي فيها ريغيلاتور اي ليميتور دو فيتاس، كتمتاز ايضا اورديناتور دو بور اللي ما كاينش في السيارات اللي من قبل، كتمتاز ايضا بلا كولوار سونترال في القدام، فيها رادار دو ريكيل افيك كاميرا دو ريكيل كيجيو من عند الشركة، فيها لي جونطون الومنيوم 6 بوس، فيها الميدياناف افيك اكرون تاكتيل 7 بوس كتجي معاها ديريكتومون من لا ميزون. دونك ندوز حاليا بالنسبه للناس اللي بغا ياخذوها كريدي، فمن ممكن ياخذوها كريدي بقرض 0%، لكن بشروط كيف ما قلنا التسبيق لازم يوصل 51.64%، مده القرض ما تفوتش 60 شهر، ومصاريف الملف هي 3000 درهم. اذا كتبقى الاقساط الشهريه 1080 درهم شهريا. كنتمنى ان الفيديو يكون فادكم، ما تبخلوش علينا بزر الاشتراك وزر الاعجاب، وتخليونا شي تعليق محفز الى عجبكم الفيديو، اولا عندكم شي تساؤل تخليونا في التعليق، اولا شي سياره بغيتو ديروا ليها شي مراجعه فحنا راه الاشاره. اذا الى اللقاء.